الرمان فوائده شنو يعطي للبدن، نعرفوا معناتها نسمعوها خاصه انتم كاخصائي تغذيه تحطوا برشا على انه الرمان به برشا للصحه نتاعنا او ميم طون لو ريجي. اي فاطمه دونك توا وقت الرمان وسورتو نحبوا نستغلوا الرمان على خاطر في ساعه يجي في ساعه يوفى دونك ما تخبيش ما تكنجلش ليه نجموا نخبيوها اما مش مده طويله كمان دونك هذيك علاش اليوم باش نحكيو سورتو على فوائد الرمان. دونك الفائده الاولانيه اللي فيه برشا نسبه نتاع فيتامين سي دونك يقوي زاد الجهاز المناعي. دونك احنا توا الطقس بدا يبرد هكا شويه على نزله البرد بيان سور اعز حاجه في الرمان واللي هذيا معناتها بر مالوغوزمون فاطمه احنا ديما نقشروا الرمانه وناكلوا البذور الدخلانيه اما اعز حاجه في الرمان هي القشره البرانيه نتاع الرمان. القشره البرانيه ناكلوها؟ القشره البرانيه لا مش ناكلوها اما فيها برشا فوائد نجموا نعملوها سورتو بالنسبه للناس اللي تعاني من القرح نتاع المعده. دونك حطها هكا فوالا دونك القشره نتاع الرمان هذيا نجموا رانا نستغلوها توا مادام موجود الرمان ناخذوها نشيحوها ونجموا زاده فاتوما نحطوها في دبيبزه باللاروا الا نرحيوها بودر دونك نعملوا بها ديزانفوجيون به برشا للقرحه نتاع المعده للصغار زاده اللي عندهم الدود في الكرش دونك راهي به برشا القشره نتاع البرقدين تشيحوا ومن بعد تستعملوا في الجاتو نجموا نرحيوها زاده قشره الرمان نجموا نستعملوها كاستوس في الريجيم للناس اللي مشكلتها الكرش نعرفوا اللي الناس الكل حتى كان ضعيف العبد يبدا عنده هكا كرش يبدا متقلق يقول لك الا الكرش دونك دونك هذه استوس به برشا زاده نجموا نعملوا انفوزيون تاع قشره الرمان نكونوا ديجا شيحناها نجموا نعطيو الوصفه فاطمه دونك ناخذوا قشره الرمان دونك عندنا زاده زنجبيل اللي هو به برشا حارق للدهون ونحطوا معاها شويه اوراق نعناع فريش ونجموا الانفوزيون هذيا نعملوها راهي تعاون برشا باش تحرق الدهنيات خاصه الدهنيات المتركزه في الكرش. احنا بالطبيعه نشوفوا في الوصفه نعاودوها لهم دونك رمان دونك باش ناخذوا القشره نتاع الرمان دونك باش ناخذوا الانفوزيون نتاعنا باش ناخذوا كيما نقولوا احنا ايترامين نحطوا فيها شويه قشور رمان يكونوا ديجا شايحين والا مرحيين نجموا ناخذوا مثلا اذا كان رحيناها مقدار مغرفه ماكله مغرفتين ماكله هي شويه مره راهي القشره نتاع الرمان تعطي كالجو نتاع المراره ذيك علاش احنا باش نحاولوا نعطيوها شويه بنه هكا نحطوا معها الزنجبيل نحطوا معها النعناع الفريش الانفوزيون هذه نجموا نشربوها قبل الوجبات الرئيسيه راهي باهيه برشا للناس اللي تحب تنقص من الكرش سورتو ضعف معناتها تحرق الدهون هي ياسر عندك شي وصفات اخرين ديما يسالوا دونك كيف كيف زاد الرمان نجموا نعرفوا اللي في الريجيم نستعملوا برشا لي سالاد دونك احنا اليوم حابين نعملوا سلطه مختلفه شويه باش نعملوا فيها الرمان وقت فطور الخضره الكره نجموا نستعملوها انا اخترت اليوم باش نعمل الخس دونك سينو نجموا نحطوا ليتو بالنسبه للوصفه هذه تقريبا فيها وريقه خس دونك حطينا الرمان تقريبا استعملنا ربع كعبه رمان والحاجه الاخرى فاتوما راهو فما ناس زاده تخاف من الرمان في الريجيم تقول لك كالوريك شويه هو تقريبا 100 جرام فيها 70 80 سعره حراريه دونك فيه كمان نسبه من السكريات. الحاجه الباهيه برشا اللي الغشاء هذايا اللي يغطي الكعبه نتاع الرمان القشره نتاعو هذيك هي الفيلامون الغليف كان تحب نوريوها دونك الغليف الدخلاني اللي يغطي البذره نتاع الرمان هو اللي باش نحطوه في السلطه نتاعنا اللي باش يعاوننا على تعديل نسبه السكر في الدم دونك ما يخليش نسبه السكر في الدم تطلع. حطينا شويه فقوس حطينا زوزه زاده باهيه برشا في السلطه نتاعنا بيان سور فاتوما نجموا نحطوا الخضره الكل كيفاش باش تقصها توا الرمانه. ما انا نتفرج ديما في لي فيديو كيفاش تقص الرمانه هكا تقصها الرمانه تتبع تقص فوالا انا تفرجت في فيديو ناخذوا الرمانه استوس للناس اللي تحب تقشر الرمانه هكا صحيحه نحيتها فوالا بعديك تتبع ياخذوا مغرفه فوالا نشقوها هكاك نعملوا شقوق في الجهات هذيك برشا عباد نتاع الشقوق بعد ناخذوا مغرفه اللوح ونضربوها الرمانه دونك يهبط هكاك عب الرمان الكل ودونك سهله لاستوس هذيا نجموا نعملوها باش نجموا نقشروا الرمانه دونك لي فيلامون هذوما فاتوما راهو باهين برشا سورتو زادا للناس اللي تعاني من الامساك ويخافوا زادا انهم باش ياكلوا الرمان يقول لك دونك الرمان ينجم يعمل لي شويه امساك تخرج كل البرج وحده فوالا وسهله دونك هما ياخذوا مغرفه اللوح فاطمه ويضربوها شويه وتقلبها دو تيل سوغ دونك الرمان الكل يهبط فك الصحفه
بيخبي هذه رومانتي هذه. فوالا دونك كيما كنت نحكي على الامساك، دونك الناس اللي تعاني من الامساك يخافوا انهم باش ياكلوا الرومان، دونك لي فيلامون هذوما كي ندخلوهم هكا شويه في السلاطه ينجموا يعاونونا باش نتخلصوا من الامساك. بطبيعه الرومان نجموا نستعملوا عليه زوزه، زوزه فيها برشا دونك اوميغا 3 باهيه برشا وتعاوننا سورتو في الريجيم وتشبع، سورتو تشبع الزوزه في نوعيه الدهنيات الباهيه. بلاكي من هذا تاكلوا في نص النهار ويجي. نجموا نزيدوا معاه شويه بروتين مثلا سكالوب. شويه اسكالوب نقصوه تريفات ولا دجاج صدر دجاج، نجموا نزيدوا الكوتا، نجموا نزيدوا جبن الابيض وتكون سلطه بنينه على الاخر وتشبع. بيان سور بلاش خبز. ثم اللي يعملوا عصير الرمان به بنين برشا، عصير الرمان في برشا مضادات اكسده حتى لاكاليتي دو لابور. انا نجموا نستعملوا القشره نتاع البرانيه نتاع الرمان للجمال، دونك وصفات استوس بوتي نجمو نعملوهم. دونك ناخذوا قشره الرمان في التونه. محمد العميري تو قلنا على الرمان هو ينجم ينصحنا اكثر. فوالا دونك ناخذوا القشره نتاع الرمان نشيحوها، وانا شفت معناتها اللي نجمو نستعملوها كانتي ريد. دونك الوصفه هذيا نعملوا معاها شويه ابيض نتاع العظمه، قارص شويه زيت، للي يحب شويه جو سكري ينجم ياخذ عصير الرمان. لكن انت منادي ما تقول في الريجيم ما نعملوش لا ملح لا فلفل، خلي الزيت. فوالا دونك حطيت شويه زيت زيتونه، شويه زيت زيتونه، دونك مغرفه صغيره راهي زيت زيتونه، ما تقلقش في الـ في الـ في الريجيم نتاعنا. اول مره نذوقها معناتها. فوالا بنينه على الاخر وفيها برشا الياف، دونك هذيك الحاجه اللي باش تعاوننا سورتو انها تعدل نسبه السكر في الدم. دونك بالنسبه للزاستوس بوتي نجمو ناخذوا قشره الرمان ونعملوا معاها نرحيوها. زاستوس بوتي ما تدخلش فيها انت منى. فوالا دونك حد التغذيه. راهو باهي برشا دونك يعطي اكلا على الاخر للبو نتاعنا. شكرا ليك يعطيك الصحة. كما سمعتوا معناتها صحن كما هذايا بالحق يشبع، فيه كل المنافع الغذائية، تنجموا تجيبوا معاها ترونش اسكالوب حاجة هايلة برشا، قشرة الرمان تنجموا تستعملوها انفوزيون هكاكا معناتها يكون معناتها ريجيم نتاعكم متكامل وتشبعوا خاصة. يعطيك الصحة. ونجموا نعملوا زاد المعجون نتاع الرمان فاتومة، دونك بلاش سكر بلاش سكر، نجموا نستعملوا الفخوكتوز.